اهلا بحضراتكم من جديد. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتدى امبارح جولة افريقية بتشمل ثلاث دول، انجولا وزامبيا وموزمبيق. الجولة دي بتأتي في اطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع اشقائها الافارقة، وكمان مواصلة تعزيز علاقتها مع دول القارة في مختلف المجالات. يمكن منا زي ما قلت مواصلة تعزيز علاقتها مع دول القارة تحديدا، ولو هنعود بالذاكرة شوية إلى الخلف، لأن مصر بعد ما كانت يعني خارج الاتحاد الإفريقي عادت بعد 30 يونيو بفضل الدبلوماسية المصرية إلى حضن القارة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، ثم ترأست الاتحاد الإفريقي. النهاردة هنتكلم عن أهمية الجولة الإفريقية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان هنتكلم عن الدبلوماسية المصرية بعد ثورة 30 يونيو وتعظيم الدور الإقليمي والدور الدولي أيضا للدولة المصرية من خلال ضيفنا الكريم العزيز اللي منورنا في الاستوديو، سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا سعادة السفير. بداية لما نيجي نتكلم عن أهمية زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الجنوب الأفريقي، حضرتك شايف يعني في آثار هتترتب على مثل هذه الزيارة؟ بدون شك يا فندم، يعني طبعا الجولة اللي السيد الرئيس بيقوم بها في أنجولا وزامبيا وموزمبيق هي بتأتي استكمالا لجولات أفريقية سابقة للسيد الرئيس، ولعل كان في مقدمة هذه الجولات حضرتك زيارة السيد الرئيس لغرب أفريقيا. فبالجولة الحالية أعتقد أن السيد الرئيس يكون غطى، يعني هيبقى على حسب ذاكرتي يعني أول رئيس مصري يزور المناطق الجغرافية الرئيسية في أفريقيا. بالنسبة أنجولا حضرتك، أنجولا دولة مهمة، دولة منتجة للنفط ولها تأثير كبير حضرتك في وسط أفريقيا وفي جنوب أفريقيا، ودي زيارة أعتقد يعني زيارة هتعود بنتائج جيدة على التعاون المصري الأنغولي، خصوصا في مجال حضرتك الاستثمارات والنفط. بالنسبة لموزمبيق، موزمبيق أعتقد أنه السيد الرئيس يعني ممكن يكون أول رئيس زار موزمبيق. موزمبيق طبعا فيها أهمية، بنتكلم كأول رئيس مصري. موزمبيق أهمية زيارة موزمبيق، موزمبيق حضرتك اللي بيربط بين موزمبيق وأنجولا أن هما دولة الدولتين الأفريقيتين اللي يتحدثان باللغة البرتغالية. فدي أول مرة يعني أول مرة يكون في تواصل بين مصر وبين الدولتين دولت على هذا المستوى الرفيع. موزمبيق بقى حضرتك يعني إن موزمبيق بتعاني من الإرهاب، وجزء من الأراضي في موزمبيق منذ عامين تعرض لهجوم من تنظيم داعش، لكن الجيش استطاع، الجيش الموزمبيقي استطاع أن يتغلب عليه. لكن فطبعا خلال زيارة السيد الرئيس موزمبيق موضوع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب هيكون من الموضوعات اللي هتتصدر أجندة القمة المصرية الموزمبيقية. في زامبيا طبعا احنا زامبيا حضرتك احنا مع زامبيا تنزيا الدول الأفريقية اللي بتقع في شرق أفريقيا دي كلها دول احنا بنهتم بيها جدا، لأنه في حضرتك يعني الحوض النيل بيربط بيننا جميعا، ولا شك أنه طرح وجهة النظر المصرية في بقى خلال الجولة سواء في أنجولا أو موزمبيق أو زامبيا، طرح وجهة النظر المصرية بالنسبة لموضوع سد النهضة هام. لأنه الأصدقاء في أفريقيا يهتموا جدا بالزيارات على هذا المستوى طبعا. ولا شك أن أنا في تقديري أن الزيارة والمباحثات السيد الرئيس في الدول الثلاثة هتعطي قوة دفع للموقف المصري بالنسبة لسد النهضة بصفة خاصة، والموقف المصري في القارة الأفريقية بصفة عام. من الأهمية بمكان أنه الجولات الرئاسية
لأفريقيا، المناطق الجغرافية المتعددة في أفريقيا تكون حضرتك منتظمة. ودوت واضح أنه يعني أن مصر حاليا حريصة على الانتظام في هذه الجولات الأفريقية اللي لا شك أن هي يعني بتعود بالنفع على المواقف المصرية ليس فقط في القارة الأفريقية وإنما في ساحات دولية أخرى. نعم سعادة السفير، يعني مش عارف حضرتك تتفق أم تختلف معي في ذلك، أن مصر دفعت ثمنا باهظا أثناء يعني الأنظمة السابقة بسبب الابتعاد عن القارة الأفريقية وله أسباب سياسية في حينها. يعني الآن تعود مصر وبقوة إلى حضن القارة الأفريقية، بل بالعكس تتحدث مصر نيابة عن القارة الأفريقية في كبرى المحافل الدولية تحديدا، نظرا لأهمية يعني البعد الأفريقي للدولة المصرية تحديدا. شايف إزاي اهتمام الرئيس بالقضايا الأفريقية وحرصه أيضا على تبادل التعاون الثنائي ما بين الدول الأفريقية؟ كما تعلمون حضراتكم الدائرة الأفريقية هي أهم دائرة من دوائر السياسة الخارجية المصرية. طبعا حضراتكم على دراية أن دوائر السياسة الخارجية المصرية الدائرة العربية والأفريقية والإسلامية. فحضرتك الاهتمام بأفريقيا ده اهتمام بيصب في مصلحة الأمن القومي المصري طبعا. لأنه مصر جزء من كحضارة وكدولة وكمجتمع قائمة على نهر النيل، ونهر النيل بينبع كما تعلمون من القارة الأفريقية. فمصر دولة أفريقية، قوة أفريقية، والتواجد المصري في أفريقيا ده تواجد حضرتك يعني كما تعلمون ده بيرجع لأيام الفراعنة صحيح، وحتشبسوت والقوافل المصرية اللي كانت بلاد بونت بقى بلاد بونت يعني فالتواصل المصري الأفريقي نابع من حقائق جغرافية وحقائق تاريخية ثابتة لا تتغير بمرور الزمن. طبعا أنا أتفق مع حضرتك أنه بتيجي أوقات لأسباب، سواء لأسباب تتعلق بالداخل في مصر أو تتعلق بتغيرات تكتيكية على مستوى التكتيك في السياسة الخارجية المصرية، يبدو منها أن مصر تراجعت يعني عاطية أولوية لمناطق أخرى أو لقضايا أخرى. ده طبعا يعني واحنا بنتحدث عن السياسة المصرية في أفريقيا يعني أعتقد أنه من الأهمية أن احنا نأخذ هذا في الاعتبار. النقطة الثانية أنه أتفق مع حضرتك أن خلال السنوات القليلة الماضية البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية كان من الأبعاد اللي مصر بتركز عليها. وتتذكرون حضراتكم أن مصر تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي طبعا في الفترة من 2019 ل 2020 وبالإضافة إلى الدعوات اللي تلقاها السيد الرئيس المتعددة للمشاركة في المنتديات الدولية مع أفريقيا. يعني تتذكرون مثلا على سبيل المثال منتدى الروسي الأفريقي في سوتشي، وده كان أول مرة روسيا تستحدث مثل هذا المنتدى مع القارة الأفريقية. كذلك حضرتك المبادرة الألمانية في إطار مجموعة الـ20 للتعاون مع أفريقيا، وكان المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل وجهت الدعوة للسيد الرئيس للمشاركة في هذا في هذه القمة الألمانية الأفريقية. كذلك مع الصين، الهند. فالتواصل المصري الأفريقي بيتم عبر ثلاث مستويات أو ثلاث محاور. المحور الأول محور العلاقات الثنائية، ودوت تحدثنا منذ قليل على جولات السيد الرئيس التي غطت المناطق الجغرافية في أفريقيا. المحور الثاني هو التنسيق والتعاون
بين مصر والدول الأفريقية في إطار الاتحاد الأفريقي. ثم المحور الثالث هو الحضور المصري في المنتديات الدولية للتعاون مع أفريقيا اللي أنشأتها القوى الكبرى والقوى البازغة. يعني في اليابان كذلك كانت اليابان لها بدأت تهتم بالقارة الأفريقية، وبدأ يبقى في حضرتك لقاء أو منتدى ياباني من أفريقيا، واليابان دعت السيد الرئيس في الماضي للمشاركة في هذا الاجتماع. فحضرتك آدي في خلال السنوات القليلة الماضية مصر نشطت المحاور الثلاثة اللي أشرنا إليها. الانتقال أو التوجه اللي احنا شايفينه في الفترة الأخرانية من التأثير المتنامي لفكرة الشريك أو لفكرة الدور الفعال أو شديد الفعالية في الفترة الأخيرة في القضايا الأفريقية، ده زي ما هو بيبقى بيعود علينا بجزء كبير من النفع في العلاقات الطيبة والعلاقات التجارية والاقتصادية، لكن بيعود بالعبء برضو على مصر في مواجهة كثير من التحديات. فكرة الثوابت المصرية في أنها دايما عندها طريقة ثابتة في أنها بتعظم المصلحة القومية دائما وأبدا، وفي نفس الوقت بتحافظ على استقرار الدول المحيطة بها. إزاي قدرنا نعمل كل ده في نفس الوقت في مرحلة كانت شديدة الحرج الفترة اللي فاتت؟ هو حركة القارة الأفريقية بتواجه العديد من المشاكل والتحديات. جزء من هذه التحديات مشترك مع مصر، اللي هو على سبيل المثال الإرهاب ومكافحة الإرهاب. في هذا السياق ده من القضايا اللي بتهم العديد من الدول الأفريقية، وممكن نستطرد إذا كان في وقت. موضوع تاني حضرتك مصر لها خبرة كبيرة فيها، اللي هو حضرتك البنى التحتية. مصر لها خبرة كبيرة في البنى التحتية والسدود والمشاريع القومية العملاقة، لعل في مقدمتها السد العالي على سبيل المثال وليس الحصر، ثم المشاريع القومية اللي تنفذت خلال العشر سنوات الماضية. في شركات مصرية سواء قطاع عام أو قطاع خاص، نتيجة للخبرات المتراكمة من عملها عبر عقود في مصر، اكتسبت خبرة كبيرة خلتها في مقام الشركات متعددة الجنسية في العالم. وبالتالي هذه الشركات، شركات القطاع العام المصري، شركات القطاع الخاص المصري، لها دور وبتبني ولها مشاريع، لها مشاريع في عدة دول أفريقيا. وفي إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي كان دائما، يعني إذا رجعنا لكلمات السيد الرئيس خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي من 2019 ل 2020، هنلاحظ كان التركيز على عدة برامج في خطة الاتحاد الأفريقي. تطوير البنى التحتية، في حضرتك برنامج طموح داخل الاتحاد الأفريقي اسمه تطوير وتنمية البنى التحتية. غير القاهرة كيب تاون. نعم يا فندم. ده غير الطريق القاهره كيب تاون، ده من ضمنه البنى التحتيه. هنا بقى حضرتك الطرق البريه، السكك الحديديه، ربط القاره الافريقيه بمواني ومطارات لتسهيل التجاره البينيه بين الدول الافريقيه. ف القضايا اللي مصر اللي بتهم مصر حضرتك على في الداخل المصري هي أيضا قضايا أو جزء منها قضايا بتهم القارة الأفريقية. ومصر والحمد لله لها خبرة كبيرة ومعترف بها دوليا في هذه المجالات. طبعا إذا في، أحب أقول برضو الدور المصري في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، ومصر بتدفع في هذا المجال. وأتصور يعني في خلال تواجد السيد الرئيس في زامبيا هيشارك السيد الرئيس في قمة الكوميسا. الكوميسا اللي هي الاتحاد الاقتصادي لدول شرق أفريقيا،
ودوت مصر من الدول المؤسسة مؤسسة لهذه المبادرة في التسعينيات من القرن الماضي، ومصر بتولي التجمعات الاقتصادية الأفريقية أهمية كبرى في إطار اهتمامها بتطوير بتنشيط المنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. أكيد.